معي المشترك السادس لحلقة اليوم باسم طبانة من مصر. مجمع أفكارك و... لا بس في كل الأحوال خلاص احنا داخلين وما فيش وقت لأي حاجة تانية، هنعمل اللي هنقدر عليه وربنا يسهل. طيب يلا بالتوفيق يا باسم، اتفضل المسرح لك. واضح انه خبر، والخبر هو انقطاع التيار الكهربائي عن القارة الأوروبية كاملة. مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، بنرجع لكم دلوقتي ومعانا خبر حصري، خبر تم تاكيده ولسه جاي لنا حالا ان هو بيتكلم عن انقطاع التيار الكهربائي عن القاره الاوروبيه كامله. مفيش مدينه او عاصمه من العواصم الاوروبيه فيها كهرباء حاليا. سمعنا عن حوادث سرقه، سمعنا عن مشاكل كثيره، صعوبه السيطره على الوضع الامني في مثل هذه الاوقات، كافه الاتصالات صعبه جدا او يمكن مستحيله باي من المراسلين اللي موجودين في القاره الاوروبيه حاليا، سواء كان في فرنسا، سويسرلاند، انجلترا وغيرها، وكل بلدان القاره الاوروبيه. خلينا نشوف التقرير التالي عن هذه الازمه ونرجع تاني لحضراتكم نعرف ايه الموضوع. كنت كويس يا باسم. بس بدي ارجع عزبك اللي انقطاع التيار الكهربائي. انقطاع التيار الكهربائي. تاء تاء مش طه. التيار الكهربائي. لانه بسرعه انقطاع التيار يعني مخارج الحروف مهمه جدا. أوكي. خصوصا الواحد. حبيت فيك حاجه مهمه، انك لما شفت الخبر اخذ لحظه رتبت اللي لازم تقوله في دماغك ورجعت قلته. هلا قلته كويس ما قلتوش كويس هنعرف بعد شوية لما نوزع المايكات عليكم. شكرا. Good luck. Thank you.